وخلال اتصال في نشرة سابقة، أكد السفير السابق والباحث في الشؤون الإقليمية ومجلس التعاون السيد حمد العامر أن السياسة الخارجية لمملكة البحرين تقوم على أساس حسن الجوار ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهو ما تؤكد عليه الرؤية الملكية السامية من أجل مستقبل آمن ومزدهر وعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل بين الدول. لما نتكلم عن الخطاب الملكي فيما يخص علاقات البحرين بالدول الأخرى سواء أشقائها دول مجلس التعاون ودول الإقليم، وهنا طبعا أقصد إيران والعراق وباكستان إلى جانب الدول العربية والصديقة صاحبة المصالح في المنطقة، طبعا هنا أقصد الولايات المتحدة ودول كبرى، كلها تقوم على أسس مهمة جدا وهي حسن الجوار الصادق. ويعني أود أن أضع خط تحت حسن الجوار الصادق، لأن البحرين في تعاملاتها الخارجية يعني دائما تعمل بحسن نية وتعمل بصدق مع جيرانها وتنفيذ كل التزاماتها تجاه الدول الأخرى، ومن أهم ذلك هو عدم التدخل في شؤونهم الداخلية، وهذا طبعا خلق دون أدنى شك تعاون على كافة الصعد والمستويات، وحالة طبعا مهمة من المصالح التجارية والاقتصادية المشتركة المستقرة.